السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بجميع المشتركين في قناة الأستاذة مزين، إن شاء الله تكونوا ملاح وتكونوا بخير. اليوم بإذن الله راح ندير فيديو طلبتوه مني بكثرة، وهو طريقة كتابة وضعية إدماجية في مادة الاجتماعيات. راح ناخذ مادة التاريخ، هي اللي صعيبة كامل باش تكتب وضعية إدماجية وتدي عليها العلامة الكاملة، والنصائح اللي نمدهم في مادة التاريخ تنطبق على مادة الجغرافيا وحتى المدنية. إذا ناخذ نموذج من وضعية إدماجية من الشهادات السابقة، ناخذ نموذج من شهادة بام 2020، الوضعية تاع التاريخ. معظم التلاميذ قالوا لي مبهمة وصعبة، إذا نحاولوا نشوفوا الوضعية على واش تتكلم. هاي ليك دورة 2020، نص الوضعية أمامكم، الوضعية الإدماجية نقراوه مع بعض. السياق: أثارت قضية استعادة الأرشيف وجماجم شهداء المقاومة الشعبية من فرنسا اهتمام الجزائريين، ما دفع بصديقك اللجوء إليك لمعرفة حجم التضحيات والبطولات التي، شوفوا معي، سطرت على التضحيات والبطولات التي صنعتها المقاومة الشعبية ضد الاستعمار وسياسته الجهنمية. إذا أنا من السياق، أنا ما على باليش، قريت فقط السياق، لاحظت باللي نتكلم على التضحيات والبطولات وذكر لي المقاومات الشعبية مع السياسة الاستعمارية هي السياسة الجهنمية. لكن نتايا كيفاش تعرف الموضوع تاعك باش ما تخرجش على الموضوع، على واش تتكلم بالضبط؟ يعطيلك وليدي، يعطيلك السندات. هذوك السندات عندهم زوج اهميات. الاهميه الاولى، دوك راني مانيش نحلك في الوضعيه، دوك راني نعطيلك الطريقه الصحيحه. الحاجه الاولانيه في السند، تعتبر السندات عباره عن مؤشر. سند معناتها مساعد، يساعدك باش تعرف الموضوع تاعك على واش تتكلم بالتحديد، باش ما تخرجش على الموضوع. ثانيا، السند توظفه في الوضعيه الادماجيه، ما توظفوش العلامه تاعك ينقص لك في التاريخ عليها وضعيه عليها 4، ينقص لك 1.5 حتى لزوج. على السندات في المدنيه عليها 8، يقدر ينقص لك حتى 3 نقاط الا ما استخدمتش وما وظفتش السند في مكانه الصحيح. جيد، السندات، نقرأ السند الأولاني وش يقول. أهلكت في الجزائر ما بين 1830 1870 أكثر من 5 ملايين نسمة من الجزائريين بسبب المجازر والتقتيل الظالم لهم من قوات الاحتلال الفرنسية، علاوة على اضطرار 1 مليون جزائري إلى الهجرة بسبب سياسة الأرض المحروقة والتجويع وتسليط الأمراض على السكان. مش راكو تلاحظوا في السند رقم 1، راني نلاحظ، راه يبين لي السياسة، حنايا سياسة الأرض المحروقة، التجويع، تسليط الأمراض، معناتها راه يبين لي السياسة الاستعمارية في اللي درناهم الدرس تاع السياسة الاستعمارية. خلاص نتكلم شوية على السياسة الاستعمارية ونوظف السند. نروحوا السند رقم 2 وش يقول. أنا هنايا ما لقيتش التصويت تاعها، تقدروا نتوما تجبدوها من الانترنت وتقراوها. سند 2 يقول: وقد دون أحد ضباط الجيش الفرنسي أن الأهالي فقدوا ربع من سكانهم. شوفوا التضحيات، هذه هي التضحيات، ثمن والتضحيات والبطولات خلال هذه العشرية 1860 1870، تخيلوا الأمراض وزيدوا السياسة الاستعمارية، زيادة على ويلات الجيش الفرنسي وجرائمه، ساهمت الكوارث الطبيعية في تدمير الجزائريين وممتلكاتهم. معناتها شوفوا التضحيات تاع الشعب الجزائري، الأزمة تاع الكوارث الطبيعية، وزيدوا الأمراض والأوبئة، وويلات الجيش الفرنسي خلات نص تاع سكان الجزائر اللي قريناهم في الجغرافيا اللي هي النمو أو تراجع السكان في الجزائر في الفترة من 1830 1870.
حنايا التعليمه وشوفوا واش تقول، هاوليك المشكل باستثمار السندات المقترحه ومكتسباتك اجب صديقك في فتره في فقره من 10 اسطر. حاجه الاولانيه لازم عليك تلتزم بعدد الاسطر، ما تكتبليش انايا صفحه كومبلي، تكتب لي العلامه تاعك تتنقص. ثانيا زميلكم ما على بالوش كي تقولوا اجب صديقك، يقولك انا دوكا على واش نتكلم، الوضعيه ماهيش واضحه، العكس السياق صح ما بالكش بيا. بصح كي كتبوا لك السندات، السند الاول يهضر لي على السياسه الجهنميه تاع الاستعمار، السند رقم 2 يتكلم لي على تضحيات وبطولات الشعب الجزائري. اذا الوضعيه تاعي راح نتكلم على التضحيات والبطولات التي صنعتها المقاومه الشعبيه، غير المقاومه الشعبيه تسمى في البيان بلاك بيان تاع 2023 يقدر يقول لك اعطي لي التضحيات والبطولات اثناء الثوره التحريريه. انت هنا تكون ذكي تغير المعلومات تاعك وتشوف التضحيات، مثلا في الثوره التحريريه نصف مليون شهيد، مليون ونصف مليون شهيد، العديد من القتلى وكثير، ومم السياسة الاستعمارية تغيرت في هذاك الوقت تاع الثورة التحريرية، دير مخططات الاستعمارية الكبرى. المهم شوفوا مثلا الحاجة الأولانية كامل كي تروح تكتب الفقرة تاعك، مثلا أنا يا هايلك الفقرة راهي موجودة أمامي، بصح حنايا كي نكونوا نصحوا في البيان ما يجبليش وضعية إدماجية يقولك آه لازم يكتبها كيما هكذا. وليدي لا لا، شوف معايا باش تدي العلامة الكاملة هاوش يعطونا، حنا يعطونا هذا الجدول اللي راكم تشوفوه فيه أمامكم، فيه مجموعة من المعايير. حنا أنا الداخل المعلومات اللي راهي الداخل تاع الجغرافيا وريت لك برك الجدول كيف كيما هذا، في التاريخ في الجغرافيا في المدنية يعطونا برام نمشو عليه. المعيار الأول الملائمة مع الوضعية، معناتها تحترم التعليمة وش تقول، التعليمة راح نحترمها تهضر على التضحيات والبطولات التي صنعتها المقاومة الشعبية. قال كتابة موضوع من 10 أسطر، احنا ماشي 8 هنا 10، جيد لازم نحترم 10. عندي بك واحد الملاحظه صغيره فيما يخص الاسطر، اذا زدت زوج سطور ما حش يبان المصحح، ما حش يحسب بيده، المصحح عينه هي ميزانه، واذا خص سطر عادي جدا. ثاني لازم يعالج الموضوع، لازم تعالجوا لي الموضوع، التضحيات والبطولات التي صنعتها المقاومه الشعبيه. عندي الاستعمال السليم لأدوات المادة، شو معنى الاستعمال السليم لأدوات؟ توظيف السندات المقترحة لازم توظفهم، توظيف مفاهيم المادة، مثلا حنايا هنايا مفاهيم المادة كلمة التضحيات، نضالات، سياسة استعمارية، سياسة أرض محروقة، حاجة تتعلق بالتاريخ. وآخر حاجة نروح إلى المعيار الثالث الانسجام والتناسق، هو احترام المنهجية، دير لي مقدمة، شوفوا كما راهي عندي عرض خاتمة، التسلسلي المنطقي للأفكار، ترتب أفكار كي تكتب الوضعية، ماشي تكتب لي فكرة وتصوتي الفكرة واحدة أخرى. وآخر شيء نظافة الورقة، معناتها مكاش التشطيب، وضوح الخط، مقروئية الخط، سلامة اللغة وعدم التشطيب. هذه تميز المنتوج، معناتها المنتوج كاين تلاميذ ممتازين عندهم البلاغة في اللغة العربية، هنا يبان المنتوج تاعهم باللي متميز، بصح هذه ماشي بزاف عليها. أنا واش يهمني كامل هذو هما المعايير اللي لازم على التلميذ يعرفهم ويدي عليهم العلامة الكاملة. إذا نقرأ لكم الوضعية الإدماجية هذه أنا اللي درتها، حاولت نبدا المقدمه تاعي واش تقول. نضال الجزائر من النضالات التي لا تنسى في تاريخ العالم لما قدمه شعبها من تضحيات. انتهج المستعمر الغاشم منذ اول يوم دخوله ارض الوطن حتى الاستقلال سياسته الجهنميه ضد الشعب، شوفوا معايا مليحه، ضد الشعب. أودى بأكثر من ملايين نسمة من الجزائريين مصرعهم في الفترة ما بين 1830 1870 بسبب المجازر. وشكو تلاحظوا هنايا هايليك
أهلكت في الجزائر ما بين 1830-1870، راني وظفت السند والتقتيل الظالم لهم، علاوة على اضطرار مليون جزائري إلى الهجرة بسبب سياسة الأرض المحروقة والتجويع وتسليط الأمراض على السكان. وإلى جانب كل هذا، فقد ساهمت الكوارث الطبيعية في تدمير ممتلكاتهم. هايك السند، هايك ساهمت الكوارث الطبيعية في تدمير الجزائريين وممتلكاتهم. شوفوا هنايا التوظيف الصحيح. على الرغم من كل هذا، تخيلوا أن فت هنا يقول لك تسلسل الأفكار، فت في السياسة الاستعمارية ومن بعد نهضر على التضحيات. وإلى جانب كل هذا، عفوا مشينا، على الرغم من كل هذا يعني بالرغم من هذه السياسة، واجه الشعب كل هذه المخططات الدنيئة، معناتها السياسة الدنيئة، وضحى بالنفس والنفيس. هاي لك كلمة النفس والنفيس عبارة عن التضحيات، تمثلت في المقاومات الشعبية والانتفاضات التي انتشرت في كل ربوع الوطن، بداية بمقاومة الأمير عبد القادر التي تركزت في الغرب، ومقاومة أحمد باي في الشرق. هنا يا شوفوا في السياق قال لك صنعتها المقاومات الشعبية، وحتى النساء، ومقاومة أحمد باي في الشرق، ثم لتتوالى وحتى النساء شاركوا، ولعل أبرز مثال مقاومة فاطمة للا أنسومر. ومن هنا روح الخاتمة وش تقول؟ ومن هنا يمكن القول على الرغم من فشل المقاومات الشعبية في نيل الاستقلال، إلا أنها ساهمت في الحفاظ على الضمير الوطني الحي والروح الثورية. إذن وضعية تاعك باش تكون مميزة لازم توظف السندات، تلتزم بعدد الأسطر، يعني وش كنت نتكلم على هايلك على المعايير اللي يطلبوهم في كتابة وضعية إدماجية. إذن وصلنا لنهاية الفيديو، هذه هي النصائح اللي نمدها من أجل كتابة وضعية إدماجية وتتحصل على العلامة الكاملة. إذن وصلنا لنهاية الفيديو، دمتم في رعاية الله وحفظه.